بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، إلى فيديو جديد لبرنامج الويلكوم أدو. إذن اليوم بإذن الله سوف أحاول أن أوضح لكم كيفية استعمال لابوات أوتي أو علبة الأدوات، وكيف نقوم بترتيب أدوات هذه العلبة لكي يسهل لنا استخدام الويلكوم. On va faire une configuration de cette boîte à outils. إذن في عندما نقوم غالبا عندما نقوم بتنصيب برنامج الويلكوم في المرة الأولى تكون علبة الأدوات بهذا الشكل، تأتي بهذا الشكل. إذن هذه هي علبة الأدوات، بوات أوتي، فيها أدوات نستخدمها في التصميم. إذن مثلا هذا أوبجي دو سيليكسيون، عنده أدوات أخرى. إذن لكي يسهل لنا استعمالها نذهب إلى هنا ونضغط هنا ثم نسحبها إلى هذه الجهة أو هذه الجهة، وكذلك نستطيع أن نضعها كل واحد كيف يستعمل برنامج الويلكوم. وأنا أحبذ أن أضعها هنا هكذا، نقوم بسحب بالفأرة بهذه الطريقة. مثلا هذه الأداة أيضا نضعها هكذا وهذه الأداة أيضا أداة القطع نضع مثلا هنا هذه الأداة هذه الأدوات كذلك نسحب هكذا في المرة الأولى بالفأرة ثم نسحبها مرة ثانية ونضعها هنا هذه كذلك هذه الأدوات التي نستعملها كثيرا أحب أن أضعها هنا في الفوق مثلا هذه وهذه وهذه كذلك هناك أدوات لا نستعملها كثيرا نضعها أين نريد هذه مثلا هنا هذه تتشابه نضعها بالقرب من هذه هذه أحبذ أن أضعها هنا وهذه كذلك أضعها هنا هذه علبة أدوات الرسم أوتي بور ديسيني هذه أضعها هنا هذه هنا ننظمها كيف نشاء. كذلك عندما نقوم بتنصيب الويلكوم نذهب إلى هنا أفيشي بار دوتي، هناك بعض لا تظهر، إذن سوف نضغط هنا كي تظهر. مثلا هذه رفلي تيفيزيوني ما تظهر هنا هذه ونضعها كذلك أين نريد مثلا هنا الأفيشي باردوتي بوند ستيتش هكذا أكون قد أظهرت جميع الخاصيات كليبار مثلا هذه ثاني
ثانيا. إذا هكذا نقوم بتنظيم هذه العلبة لكي يسهل لنا العمل بها. إذا نستطيع أن نختار بكل سهولة الخاصية التي نريد العمل بها مباشرة ونراها مباشرة. أتمنى أن يكون الدرس مفيدا لكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى درس آخر إن شاء الله.